على هذا النحو يتدفق المواطنون في محافظة الجوف إلى الأسواق لشراء ما يحتاجونه من السلع والمواد الغذائية المختلفة. ومع مناسبة شهر رمضان تزداد الحركة التجارية في الأسواق على غير العادة، ومعها أيضا ترتفع أسعار المواد إلى ضعف ما كانت عليه في الفترة الماضية. كنا نشل الكيس البر في رمضان الماضي ب5000، واليوم نشل الكيس البر ب9500، وكل ومن رمضان الماضي إلى رمضان الآن يعني دبلت الأسعار. لم يعد الشهر الكريم كما كان عليه من الكرم والبساطة والاحتفاء، لقد حالت ظروف الناس القاسية دون ذلك ناهيك عن استغلال بعض التجار لمثل هذا التوقيت والزمن والتلاعب بأسعار المواد الغذائية التي لا يستطيع معها المواطنون من توفير مستلزمات الشهر الفضيل حد تخليهم عن بعض المواد الأساسية. التجار يعني عندهم شوية استغلال الفرصة في رفع الأسعار، ما يعني تحصل كثير المواطنين يعني يتخلوا عن الأشياء الضرورية حتى المواد الغذائية أو غيرها بسبب ارتفاع الأسعار. لا خيار أمامهم للهروب من الأزمة وغلاء الأسعار التي تختلف تسعيراتها من متجر لآخر دون ما أي رقابة في الوقت الذي يعلل التجار ذلك، لأسباب أهمها التضارب المستمر بصرف العملات الأجنبية مقابل المحلية، بالإضافة إلى انعدام المشتقات النفطية، فضلا عن المسافات الطويلة لنقل البضائع وما يترتب على ذلك من أجور ونفقات. السبب في ارتفاع الأسعار انهيار العملة والطريق، تنقل بعيد وخط مسكر، المحروقات، انعدام المشتقات النفطية. هكذا يستقبل ويقضي المواطنون مناسبة رمضان في محافظة الجوف في ظل أوضاع معيشية صعبة ليس أولها الحرب ولا آخرها غياب مرتبات الجيش حتى الآن، لكنه المعتاد من الأزمات المتلاحقة وربما هو حال الكثير من المحافظات اليمنية. علي الجرادي، قناة بلقيس، الجوف.